السلام عليكم، اسعد الله مساكم كل خير. شو اخباركم يا شباب؟ عساكم طيبين ما شاء الله. ايش الشغل؟ اهلا وسهلا، ارحب يا الحي فيصل. شو امورك؟ عساك طيب. شو اخبارك؟ عساك بخير. نمت اليوم زين؟ بشرك. اكيد احلى نوم. يعطيك العافيه ان شاء الله. الله محييك. شو اخباركم يا شباب؟ عساكم طيبين. شو اخباركم؟ ايش عندك يا موسى؟ دائما تحب الجلسه هذه. ما ادري عندك بلا بهالجلسه هذه. ما لا لا الازرق الاصفر. شو اخباركم يا شباب؟ كيفكم بالبرنامج؟ الى الان الحماس مستمر ولا بادي؟ لا والله مستمر، وكل ما يزيد حماس، كل يوم يزيد الحماس. كيف؟ ما شاء الله. طيب طيب، من ناحيه ان باقي شهر تقريبا، شهر او اقل، وش شعوركم من ناحيه الايام الاخيره؟ تقريبا انتم عديتوا تقريبا 66% من البرنامج. مشيت بسرعه؟ والله ما شاء الله ما شاء الله. طيب كما ان فقرتنا تتجدد كل اسبوع، نعيد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. اهلا وسهلا، اسعد الله مساكم كل خير. في فقرتكم في كل جمعة لقاء وافتراق في برنامج البزنس. اليوم راح يكون معنا الضيف مختلف إن شاء الله، وإن شاء الله أنه يعني حتى رونقه مختلف بينكم، وكلكم ما شاء الله كلكم شعلة مضيئة. أبغى أتكلم بس عن نقطة الوقف، أعيد وأزيد التبريك لكم فيه. ما شاء الله شغالين، وصلنا 60%، ما شاء الله. الله يكتب أجركم ويبارك لكم، بما أنكم حتى فيها فريقين، في فريقين بال ما شاء الله. اليوم ينتهي، اليوم تنتهي تحدي ما بين سفراء المراجل، وفينا خير، وان شاء الله كلكم فيكم خير، وكلكم مليانين مراجل ان شاء الله. طيب اليوم ما راح نسجل لكم او نشغل لكم مقطع صوتي. اليوم باذن الله راح نختار تقريبا بشكل مباشر ضيفنا في هذه الفقره. وين باقي الشباب يا شباب؟ طيب اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، يلا حيهم. معذرة. ارحب، يلا حيه. الله يبقيك. يمكن يكون اهلك يا خالد. يا رب قلبهم تكفى. تفضل استريح. طيب ضيفنا اليوم في هذه الفقرة، من تتوقعون؟ ها؟ الخوي الطيب. هو وكلكم ان شاء الله طيبين. والله ما اخمن. وين؟ وين فيصل؟ اتوقع احمد الشمري. فيصل وينه؟ هلا. وليد وينه؟ وليد بحيح تعبان. وليد حراره. واحمد الشمري وينه؟ احمد الشمري. وين انا قدامك. مساك الله بالخير يا احمد، شو اخبارك؟ الله يعافيك. طيب طول عمرك يا احمد. كيف مدى شوقك لهلك؟ والله يا ولد ما ادري، لكن انا والله شوف خل اقول لك. طيب يعني انا شبه متاكد انهم مو اهلي. ما هو متاكد انهم هم هم، لكن بعد عندي احساس انهم اهلي، لكن عسى الله يجيب الخير. لا بيجون اهلك ان شاء الله. ان شاء الله. سيف الزعبي في هذه الحلقه هو ضيفنا ان شاء الله. ان شاء الله راح تكونون اهليكم، ان شاء الله راح تكونون ضيوفنا في الفقره القادمه باذن الله. تعال يا سيف، تعال. تطبخ؟ والله انك عويسي. سم شمورك، عساك طيب. شو اخبارك؟ عساك طيب. شمورك؟ شو الكاميرا هناك قدامك؟ شو اخبارك يا سيف؟ شوف الكاميرا شوف. خليه يقابلهم. شوف جايب شبور. ما شاء الله، هو شكله جويع اليوم. ما تغديت يا سيف؟ الا والله تغديت، ولكن تفضل هناك. وين هناك؟ اوه اسفين، حسبت اني عشان لا عشان وانت مقدم يا سيف محتاج. بإذن الله أن فقرتنا اليوم تكون فقرة مختلفة، وتكون فقرة يعني تنال إعجابكم، بما أن الضيف ينال إعجاب الكثير من المشاهدين. نعيد الترحيب فيك يا سيف. الله يطول عمرك. وش ردة فعلك بما أنك عرفت أن اليوم الضيف بهذه الفقرة أنت؟ الله شعور مستانس، وشعور متلخبط، ما أدري هو أنا قابله ولا ادري من بيجي. ما تدري من اللي يجي؟ والله ما ادري من اللي. طيب انا ودي بس تشوف الكاميرا
ودي ان المخرج حطنا تو ويندو، نبغى نشوف اهل سيف اللي مشرفيننا اليوم ومنوريننا في هالمنتجع. ما تدري منهم اللي راح يجون اليوم؟ ما او تعطي ايحاء؟ ما ادري ولا تتوقع منهم؟ لا انا من اخذت ثلاث دقائق اصلا جاي في بالي، قلت لا احد يجي مره، ما ادري الحين انت صدمتك. انت رافض انهم يجون قبل؟ إيه؟ نهائيا مره. وش السبب؟ انه مشوار وما ادري هو انا بجاوب ولا ما اجاوب، اهم شيء انهم طيبين وبخير. هم طيبين وبخير ان شاء الله، واليوم ناويين يشوفونك وانت ناوي تشوفهم وحنا ناويين انك تشوفهم، لكن كل شيء مرتبط فيك انت، مرتبط باجاباتك، مرتبط بتحكمك بنفسك، مرتبط بتوترك الى اخره. طيب لو انك ما جاوبت يا سيف، ولا ناجل لو الى نهايه الليل نبدا. بس ودي المخرج يعرض لنا صوره السياره وهم داخلين المنتجع، يكون يعني سيف. طيب هذا هم تشوفهم يا سيف، عرفت الموتر هذا؟ عرفت سياره مين هذه يا؟ ولا مظلله ما تشوف جنبها؟ طيب طيب المخرج راح يعطينا صوره ثانيه للسياره من بعيد عشان تكون الصوره اوضح. السيف يمكن هي يعرف السياره اذا كانت. لا اخوي خابره بيشتري له موتر صغير، ولا ادري عاد هو شرى موتر ولا ما تدري هو اشترى ولا باقي؟ اي والله ما ادري. طيب طيب نبدا بالاسئله يا سيف. طب الاليه واضحه؟ اي سؤال من ناحيه الاليه؟ سبع اسئله جاوبت عليها قبلتهم، ما جاوبتها الشك ولا الله. شك. عندك سؤالين راح تطلب فيهم الاختيارات، في سؤال واحد فقط اللي راح يكون بدون يعني او غير محتمل للاختيارات لانها لا يحتمل اختيارات. تمام؟ اوكي. اقول في سؤال واحد فقط ما راح يكون فيه احتماليه الاختيارات لانه لا يحتمل اختيارات اصلا. أوكي. لكن التسع اسئله المتبقيه راح تكون احتماليه الاختيارات فيها تعتمد عليك انت. طيب؟ نبدأ بالسؤال الأول مع ضيفنا اليوم سيف الزعبي. السؤال الأول يا سيف يقول، أول شيء وش أطباعك مع عائلتك يا سيف؟ لينة. رعي قروشة؟ مزعج؟ هادي؟ لا والله هادي. هادي؟ إيه هادي. طيب وبالبرنامج؟ بالبرنامج عاد عكس؟ إيه. طيب السؤال الأول يقول، الصفة المحببة فيك لدى عائلتك، الصفة المحببة فيك لدى عائلتك يا سيف وش هي؟ عندنا ثلاث اختيارات لو أردت. الهدوء. الهدوء هادي في البيت. يعني الهداوة؟ إيه هادي. هادي. ارفع صوتك عشان هادي هادي. هادي هادي هداوة. طب نعتمد الإجابة هذه؟ نعتمد الإجابة. نعتمد والاحترام. لا شوف فيها الهداوة، فيها الاحترام، في صفات كثير، بس انت خلاص الان اعطيتني اجابه راح اعتمدها. زين وراح ننتقل للسؤال الثاني وان شاء الله تكون اجاباتك كلها صحيحه يا سيف. نقول ان شاء الله. طيب في سياره عندكم بالبيت ظهر قديمه شوي. ايه. وش هي؟ داتسون 2003. ايوه. لوحتها ثلاث سبعات صاد. طيب صاد ثلاث سبعات. طيب السؤال الثاني يقول، رقم لوحة الدجسن ثلاث سبعات سيف اللي أنت أصلاً سبقتني وجاوبت عليه، إجابتك أنت متأكد منها هذه؟ إيه لأنها أكبر مني عمر. شلون ما السيارة أكبر منك عمر؟ إيه الله. يعني السيارة عمرها الآن 20 سنة؟ لا وين 2003؟ إيه 2003 20 سنة والله. طيب ما هي مشكلة يعني، ما خلاص عشان بس ما أكبر مني. إجابتك إنها ثلاث سبعات هذا الدجسن. الدجسن هذه لها قصص كثير ولها مواقف كثيرة. أنا أشكر الإعداد على دقة أسئلتهم وإنهم أخذين حتى رقم اللوحة، ولكن لعل أنه كان الرقم مميز يا سيف. نعم. تبيعون اللوحة؟ والله جاء عليها سوم 5000 ولا بعتهم؟ طيب كيفك مع الاشياء اللي ما تحبها وما تفضلها، او العاب اللي ما تفضلها يا سيف؟ المرتفعات ما داني. ما تحب المرتفعات؟ مره ابدا. قد جربت المرتفعات هذه ولا؟ ايه قد جربتها. وين قد جربتها؟ في
تلعب في الكويت وفي الدمام، اقرب مالي الدمام في مجمع ما داني. طيب وش السبب ان يعني اللي يخليك ما تحب المرتفعات والالعاب هذه اللي يعني فيها خطر شوي؟ احسن لي هو الحال الضعيف، وهي طيرني طيره قلت بس بنشل تشعل يعني قلب الواحد ما داني. يعني ما حصل موقف مثلا بيوم من الايام خلاك تكره الالعاب هذه حقت لا اخوي ذاك اليوم انا وواحد من الشباب اخوي اللي طالعين للخبر نتمشى قال نبي نمر مجمع اللي هو مجمع الظهران في الدمام، وقال نبي نلعب اللعبه دي اللي ترتفع ويطالبني، قلت انا ماني بلعب، قالوا تخرب الجلسه وما تخرب شو اسمه انت اللعبه علينا احنا ترى بنزل البره، الا ما تبي تبعص جو اخوياك وكذا، قلت ابعد يلا عشانكم، فر فرتين ما عاد مسكت عقلي خلاص طنب بصياح العالم اجتمعوا والناس ولعان بكيت يا سيف ولد. طيب السؤال الان يقول كم كان عمرك يوم بكيت في العثيم مول بالدمام؟ هذا السؤال. 23. احنا متفقين وحتى اعتراف سيف ان شاء الله يعني بما انه قاعد يقول الاجوبه او يسرد القصص بالشكل الصحيح اخذنا النقطه هذه انه يوم انه بكى وكان عمره كبير. جماعه الخير انا استغربت الصراحه، حتى الاعداد استغربوا. ما دنا ما يكره الالعاب هذه المرتفعه، ولعله حصل موقف ودخل اللعبه مع الشباب، واظنهم كانوا متفقين مع العامل انه يطول في اللعبه ما يخلص بسرعه. اي اتفقوا. اي ولعل حصل ما كانوا يبغونهم وبكى سيف. كم كان عمرك يا سيف وقتها؟ 23. 23 سنه. 23 او 23 او 24 سنه. نقول 23. طيب 23 سنه كان عمر سيف يوم بكى بسبب لعبه، ويعني ما انها فوبيا عنده ما نلومه. طيب ننتقل للسؤال الرابع معنا في هذه الفقره. انت قد قدمت على البرنامج قبل يا سيف؟ جنتل. طيب انت في اليوم اللي كنت مقدم فيه على جنتل كنت انت وصديقك مطلق؟ ايه صح. وكنتم متوجهين للرياض، وكنت شيء تبحث عنه في اليوتيوب، وش هو؟ وش اللي كنت تبحث عنه؟ طبعا هذا هو السؤال عشان حتى الجمهور الكريم يعرف السؤال. وش هو الشيء اللي كنت تبحث عنه يا سيف اثناء قدومك؟ بالنسبة للبرامج الواقعية أنا أسمع فيها برنامج واقعي، وأول برنامج هو جنتل، وأسمع الناس يطرون ريالتي برايم مدري إيش، وأروح أبحث في جوجل وش هو الريالتي. هذا يعني كنت أبحث وش معنى الريالتي. إي وش هو الريالتي؟ ما كنت أعرف. أشوف يطلع لي مقاطع ناس تركض، قلت يعني هو أركض أنا معهم وش السالفة هذه؟ يعني كان اخذت انطباع طيب عن الرياليتي انه ركض بس سوالف عرفت انه بعدين انها الواقعيه كانت كشخص. الله طيب ان شاء الله انك مؤدي. طبعا هذا هو السؤال اللي كان غير محتمل للاختيارات، وانت عديتها كل الاسئله الباقيه فيها اختيارات. كان السؤال وش اللي كنت ابحث عنه اثناء قدومك البرنامج جنتل، وكان يبحث عن ما معنى الرياليتي. عرفت الرياليتي؟ نعم. عرفت ابراهيم؟ الله يعجب. عرفت تلاقن وافتراق؟ هذه جديده. جديده. طيب قبل نكمل الاسئله ابغى اعطيك الاسماء انت والساده المشاهدين، اسماء ضيوفنا اليوم اللي نعيد ترحيبهم وانهم شرفونا. اول شيء نبدا من اخر ما تكلمنا عنه، صديقك والشخص القريب لك جدا مطلق الخالدي. نعم انعم واكرم. صفقوا يا شباب، رحبوا بضيوفكم. مرحبا، استهلون. مطلق الخالدي الضيف الاول معنا اليوم. نعم. اخوك من توقع من اخوانك موجودين؟ عبد الرحمن موجود برضه. نعم.
اخوك الثاني مشعل. مشعل الله محييك يا مشعل. ونعم عليكم زود. وسيف الزعبي ولد خالتك موجود معنا بعد. ونعم ما عليكم زود الله يطول عمرك. اليوم عندنا تشابه اسماء، وعندنا واحد من اخواننا سيف برضه شبيه له جدا. انا اول ما واجهت عرفت ان اخوك ما يحتاج بس لا الا من جود الحين. ايوه ان شاء الله خلو تقول هم اكبر منك مع اني اكبر واحد. يعني انت اكبر منهم كلهم؟ اكبر من مشعل وعبد الرحمن. ما شاء الله. الله ما شاء الله. انا ترى سبحان اللي اعطاهم يعني اعطاهم الجسم ما شاء الله. الجسم اعطاهم الجسم. طيب فيكم الخير والبركه ان شاء الله يا سيف. ننتقل للسؤال الخامس. العنود، وش تحكي لنا عن العنود يا سيف؟ هذه اختي الصغيره الله يطول بعمرها ويخليها لي ويحفظها. هي الأميرة في البيت. هي الأميرة في البيت. يلا. طيب أنت عارف التفاصيل اللي لو نسألك عنها اللي تخص العنود ممكن تجاوبها؟ مثل. طيب السؤال الخامس يقول تاريخ ميلاد آخر العنقود العنود. متى كان تاريخ ميلادها؟ عام 1400 و في اختيارات اذا كانك تبغى. اي بالله اعطني اختيارات. بدون اختيارات؟ لا اعطني اختيارات. اعطيك اختيارات. عام 1433 هجري، 1434 هجري، 1435 هجري. 33 و34 و35. الأميرة اسمعني عارف تعرف 33 33 33 كان اختيار سيف عن ميلاد أخته آخر العنقود اللي هي العنود 33. طيب كم تتوقع، بما أننا كملنا الآن خمسة أسئلة، كم تتوقع من الإجابات الصحيحة اللي جبتها يا سيف؟ ما أتكلم عن العاطفة، أنا أتكلم عن تأكدك من الأجوبة اللي أنت اخترتها. تأكدي اللي هي المغامرة هذه، هذه صح؟ والددسن والثلاثة الباقي ما أدري. الددسن وإيش قلت شيء ثاني؟ المغامرة؟ إي اللعبة ذي هذه. والعمر ما شك فيه للحين. طيب أنت يا سيف أكبر إخوانك؟ الله الأكبر في العائلة. خواتي في اللي أكبر مني. لكن من الأبناء من الأولاد. الله الله. طيب السؤال الخامس، السؤال الخامس معنا يا سيف يقول شخص لا يرفض له الوالد طلب، من هو الشخص اللي ما يرفض له الوالد طلب؟ شخص اللي هو عبد الرحمن. من هو؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن طبعا كان من الاختيارات، كان من الاختيارات عبد الرحمن ومشعل والعنود العنقود. راح نشوف صحة هذه الإجابة نهاية هالفقرة. تحس إنك استعجلت يا سيف؟ إيه نعم، لأنك أنت قلت شخص فحددت يعني الأبناء ما قلت يعني. لا يعني أنت حتى الأنثى تعتبر شخص، في شخصة؟ ما أدري. ما يوجد في اللغة شخصة، موجود شخص يستخدم أو يطلق على الأنثى والولد. لكن راح نرجع للسؤال هذا مع بقية الأسئلة في نهاية الفقرة إن شاء الله، ونشوف صحيحها من خطأها. السؤال السابع اللي إن شاء الله أن تكون إجابة الصحيحة بعد. أنتم الآن في أي مدينة يا؟ هذا ما هو السؤال طبعا، هذا في محافظة النعيرية. في محافظة النعيرية. إيه؟ وكنتم قبل في هجرة. هجرة السلمانية. هجرة السلمانية. إيه لا. طيب. أولاد الحثلين. شو؟ لأولاد الحثلين. أولاد الحثلين. إيه؟ طيب السؤال السابع يقول بعد ما نقلتوا من السلمانية إلى محافظة النعيرية في بيتكم الجديد. حلو. هذا الآن اللي أنتم ساكنين فيه. حلو.
كم لكم سنة الآن ساكنين في النعيرية؟ يعني كم مضى زمناً ووقتاً من يوم ما نقلتوا من السلمانية إلى النعيرية؟ تبغى اختيارات؟ السؤال يحتمل للاختيارات يا سيف. عدد سنوات والله ما أدري، هي سنين تركض ولا؟ واضح ذاكرتك ضعيفة يا سيف، لأن أغلب الأسئلة يعني اللي يكون فيها أرقام أو شيء في الماضي يتردد عنده ويتوقف عند سيف. إلا ما أدري، لأن خابر أول قالوا خابر أول صارنا 10 سنين، بس عاد ما أدري هل ركضت سنين ألهتنا ذا الدنيا، ما أدري يمكن صارت 11 12. طيب تبغى اختيارات؟ اختيارات. الاختيارات 9 سنوات، 8 سنوات، 7 سنوات. 9 سنوات. 9 سنوات. طيب 9 سنوات، ويعني قبل شوية أنت تقول لي إنها 10 سنوات. هذا يعني هذا قراءة استقراء لك. طبعاً نذكرك يا سيف أن احتمالية الاختيارات اللي موجودة لك في فقرة اليوم انتهت، بقي لك تقريباً 3 أسئلة إن شاء الله أنها تكون صحيحة إن شاء الله بإذن الله. طيب نروح للسؤال الثامن. أخوك عبد الرحمن حول السوالف بعد بسبب مشاكل في البيت. عبد الرحمن، عبد الرحمن على صغر سنة مع ضغط. كيف؟ على صغر سنة مع ضغط. الله يقوم السلام. تنرفز من أدنات شيء. يعني هو اللي مخطئ على نفسه بنفسه ولا أنت اللي ترفع ضغطه يا سيف؟ أحيانا أنا أرفع ضغطه، أحيانا هو يرفع ضغطي. طيب أخوك عبد الرحمن له مدرس يفضله كثير. حلو. واضح أنك ابتسمت، أكيد أن الإجابة يبدو أنها عندك. السؤال يقول من هو المعلم المفضل لأخوك عبد الرحمن؟ مدرسة. في المدرسة؟ في المدرسة. اي في المدرسة. ابو معاذ. الله. انا ما عندي ابو معاذ، انا عندي ابغى اسم، لان اخاف ان يكون ابو معاذ هذا هو نفس صاحب الاسم اللي عندي. انا ما اعرف عارف اسمه. طيب بس ودي الكنترول يتاكدون هل ابو معاذ هو نفس الاسم. هذا السؤال هذا راح نرجع له ان شاء الله في نهاية الفقرة. ان شاء الله ان يكون ابو معاذ يا ان شاء الله يا سيف ان شاء الله. ممكن تكلمنا عن طباعك شوي؟ تحس انك متوتر؟ شوف تحس انك بالنص؟ تحس انك مبرد الى الان ولا يعني والله. تارك من كل الامور العاطفيه والجوانب لا والله اني ما انصدم اصلا. انا كيف هم قالوا انهم بيجوا؟ كيف هذا اللي لا الحين يعني انت الى الان ما استوعبت انهم موجودين بينك وبينهم ولا يمكن 10 امتار او 15 متر؟ الله الله. طيب ارحب. الله لا يهينه. الله لا يهينك. الله لا يهينك، يعطيك العافيه. السؤال ما قبل الاخير والسؤال التاسع عندنا يقول لك يا سيف اخوك عبد الرحمن، نرجع لاخوك عبد الرحمن، بما انك انت الاخ الاكبر منها اكيد انك تعرف التفاصيل هذه، واذا كانك ما عرفت التفاصيل هذه فهي مشكله. اخوك عبد الرحمن صدم بالديدسون اللي قبل شوي انت قاعد تتكلم عنها. نعم. في يوم من الايام. نعم. متى كان وقت الحادث؟ متى كان وقت الحادث؟ اخر الليل، يعني اخر الليل كذا. طيب انا عندي الثلاث اختيارات هذه راح انا اطرحها لانها يعني عشان تكون واضحه حتى للجمهور، هل هو راح يكون مساء او صباحا او ظهرا؟ مساء. 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 ايه مساء. كان سهران والعيال كانوا يلعبون كوره في الملاعب هناك. وعشق للعيال حتى يغطي له ساعه في البيت ويطلع. يعني وعقب نشغل السياره ذاك اليوم هو طالع سهران. حط السياره بواحد فك الدركسون رقد. رقد؟ رقد رقد الرصيف انسدحت جنب. الحمد لله على سلامتك يا عبد الرحمن. والديتسون الان باقي موجوده. اي نعم. والى الان من الارث العائلي لا زالت تتمدد. تتمدد، باقي تتمدد. طيب بينما احنا ننتظر الاعداد يخبرنا عن، طيب عندنا السؤال الاخير اللي تنتهي فيه مجموعه اسئلتنا لهذا اليوم ان شاء الله. وش يعني لك مطلق؟ طبعا هذا ما هو السؤال. مطلق
اعتبره الاخ الاكبر، يعني هو اللي يعني من وراء سيف في حال يعني شيء مصلحه لسيف تلقى هو موجود. يعني هل مطلق مرجع لك بشيء واجد يا سيف؟ استشيره انا باشياء. تستشيره؟ ايه استشيره باشياء. طيب تتقابل معها بشكل كبير مستمر دائم ولا تنقطع عنه فترات؟ انقطع عنه فترات. طيب تمام، بما ان الان هو قاعد يسمعك اخذنا السؤال منه، هو صاحب السؤال، هو صاحب الاجابه. نعم. اخر زواج حضرته وقابلت فيه مطلق صديقك كان زواج مين؟ آخر زواج الله يهديك مطلق. الله آخر زواج حضرته وقابلت فيه مطلق كان زواج مين؟ إلى هالدرجة السؤال صعب؟ ناسي. عشان كذا قبل شوي انا قلت لك ان ذاكرتك احس ايه فيها ضعف شوي. الله. طيب احنا لازم ناخذ اجابه منك. اختيارات؟ طيب ما في اختيارات، انت استنفذت جميع اختياراتك. لا تحسب. ما نقدر. لو اتيح المجال لك راح يتاح المجال لغيرك، وانتم كلكم على ما قالوا عينين اخر راس. ما المشكله ما ادري من هو اللي. هو يقول آخر زواج حضرته وقابلت فيه مطلق شو اسمه؟ في الدمام. في الدمام الزواج ده بس من هو المعرس ما أدري. حاضر زواج ما تعرفه يا سيف؟ والله أني ناسي. ممطي مو يعني ممطي ما قابلت مطلق. مطلق في زواج آخر في العرس ده. يعني أنت الآن تتذكر مناسبة اللي حضر فيها اللقاء هذا؟ ايه. طيب يعني كل الآن كل الأوراق بيدك. الله بس إلا في الدمام عاد ما أدري من هو المعرس. ما راح نكتفي بالإجابة هذه، أنا لو قلت لك الموقع أو المكان راح نعتمد الإجابة هذه، لكن المكان في حي الفيصلية. طيب أنت تذكر أنه حي الفيصلية وتذكر أنه في الدمام وعارفه مناسبة زين. زواج مين؟ هو من هو صاحب الزواج هذا بس وينتهي الموضوع؟ عمر الظاهر. عمر. نقول الإجابة. والله أعطيتك ترى اسم. أعطيتني اسم كذا؟ إيه أعطيتك اسم بس أنا متأكد إنه مو هو بس ما أدري له. ما تعرف؟ إيه. طيب هل الأخطاء اللي أو يعني أشياء اللي أنت قاعد تسويها الآن أو الإجابة اللي أعطيتني إياها توتر ولا شوق؟ ولا إلى الآن صدمة في أن أهلك موجودين؟ أحس صدمة. ما أدري وسؤاله جاي يعني في وقت احنا كنا في العائلة أدري إن هالفقرة بتكون عن أسئلة عائلة توجهنا لاحتفالات. لا هو ناسي هو ناسي هو شوف الفقرة تخص العائلة وتخص حتى أشخاص المقربين لك أنت كمتسابق مطلق من أقرب الأشخاص لك فطبيعي جدا إنه راح يكون من ضمن الأسئلة يا سيف. والله ما أدري. طيب قبل لا ننتقل لصحة الأسئلة وأخطائها اللي موجودة فيها ذكرنا بداية في الوقف وكلنا نحمس بعض على هذا الشيء العظيم اللي راح يكتب لنا في الدنيا وبركته في الدنيا قبل وجوده لنا في الآخرة إذا تقبل الله سبحانه وتعالى. وجتنا كثير من التبرعات في هذه الفقرة، 200 ريال من فاعلة خير، 200 ريال من منيرة سعد البقمي، 150 فاعل خير عني وعن خواتي الله يتقبل منا ومنكم صالح أعمال إن شاء الله، 150 نواف الدوسري، 100 ريال فاعلة خير. اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. بس ودي أنك تقوم معي يا سيف عشان نشوف الإجابات هل هي صحيحة أو لا. هنا موجودة الآن عندكم الأسهم وهذا الوقف. لا ننسى حظنا من الدنيا ولا في الآخرة، كما أشعرناكم سابقاً أن الوقف وصل 60%، ويستمر تحدي سفراء الوقف والمجموعتين إلى نهاية هذا اليوم. الله يوفقنا وإياكم جميعاً. طيب تعال يا سيف،
لو حصل ما بالحسبان وانك ما جاوبت الاجابه الصحيحه راح تقابل هلك يعني تضحي ببراين بكره ولا؟ الله يحط كل مسلم مثل ما ما ادري. طيب انت كيف قاعد تشوف الاسئله اليوم؟ هل الاسئله كانت سهله؟ سهله بس الاستعجال حسيت اني بعد انجزت الفقره احس انها بسرعه خلصت. خلصت بسرعه؟ اي من اني ارد بسرعه. يعني فيها التسرع منك؟ طيب السؤال الاول الصفه المحببه فيك لدى العائله انت قلت؟ الهدوء. الهدوء. وللاسف الشديد الهدوء ما كانت اصلا من الاختيارات، كانت الاختيارات الصدق والاحترام والطيبه، وكانوا اهلك قايلين لنا ان الاجابه الصحيحه هي الطيبه. طيب يا سيف. طيب. السؤال الثاني اللي اتوقع كلنا عارفين اجابته الصحيحه اللي هو رقم لوحه الددسن اللي هو 3 7. طيب. السؤال الثالث كم كان عمرك يوم بكيت في العثيم؟ قلت انا 23. قلت انت 23 سنة. للأسف الشديد يا سيف شكلك وقتها حتى ما انت قاعد تذكر حتى نفسك. الإجابة للأسف الشديد غير صحيحة. أهلك قالوا لنا أن عمرك 21 سنة. أنت ما تدري هل الإجابة صح ولا إلى الآن ولا غلط؟ ما أدري. إلى الآن حظك. أنا مستعجل. أنت مستعجل؟ إيه. طيب الآن عندنا ثلاثة أسئلة. سؤالين منها خطأ، واحد منها صحيح، إن شاء الله أنها تكتمل جميع الأجوبة بالشكل الصحيح. ودي تناظر الكاميرا هذه يا سيف. تعال جنبي، تعال هنا. السؤال الرابع، يوم كنت تقدم الجنتل كنت تبحث عن ما معنى الرياليتي واللي قاعد يقدمها الآن سيف على أكمل وجه، وإجابته كانت صحيحة. السؤال الخامس شخص لا يرفض له الوالد طلب. هذا السؤال بعد ما سمع الاختيارات سيف كأنه تراجع وكأنه استعجل باختياره. أنت قلت عبد الرحمن، وأنا قلت لك من الإجابات وش هي الاختيارات. أو دقيقة قبل أعطيك الاختيارات، أنت من طرب بالك بعد ما تراجعت؟ طرب بالي عبد الرحمن والعنود. والعنود. وأنت اخترت عبد الرحمن. وللأسف الشديد هذا الجواب رقم 3 من الصح والصواب يا شباب. الإجابة صحيحة، كان الشخص أو الشخص الذي لا يرفض له الوالد طلب هو عبد الرحمن. هذه إجابة أهلك، ولعلها وافقت إجابتك يا اللهم لك الحمد. هو طبعا حتى هم قالوا يعني ممكن يكون فيه دائرة حول العنود بسبة أنها تكون آخر العنقود وأنه لا يرفض لها طلب. طيب الآن عندنا 3 أجوبة صحيحة وجوابين خطأ، وباقي 5 أسئلة. السؤال السادس، متى كان ميلاد أختك آخر العنقود اللي هي العنود، وكانت إجابتك أنت 1433 هجري؟ تتوقع أنها صحيحة؟ هل تتوقع أن عمرها 11 سنة؟ 11 سنة الآن؟ ولا تحس أنها أصغر أو أكبر؟ أنت ما قستها على العمر، أنت قست على الأرقام بس، ما حسبت. طيب بس ممكن 34. ممكن 34. يعني انت الان عرفت ان اجابتك خطا؟ ايه احس انها اجابتك خطا، تحس انها خطا. للاسف الشديد اجابه سيف في هذا السؤال كانت خطا. التاريخ كان عام 1435 هجري. اهلك يقولون عام 1435. أنا أقول 33. ثم قلت أنت 34 وكلهم خطأ. مع أن 33 و34 كلها كانت موجودة في الاختيارات.
إلا هذا خير. السؤال السابع، انتقلت من السلمانية إلى النعيرية وجلستم الفترة هذه كلها في النعيرية في البيت الجديد، وقلت أنت إن إجابتك 9 سنوات. قلت 9 سنوات ولا كم أنت قلت؟ 9 سنوات. من ضمن الاختيارات. من ضمن الاختيارات. وللأسف الشديد يعني في من أكثر المتسابقين ما يفهمون يعني طريقة السؤال. لا ما أقول ما يفهمون، أقول من أكثر المتسابقين. نكملها هذه نهاية الفقرة. إجابته للأسف صحيحة، 9 سنوات. يعني هذا أنقذك فيها الاختيارات، ولا أصلاً أنت كنت بتقول 10؟ إيه، لأن كنت سولف مع أبوي وكان يذكر لي يقول صارنا 10، ما أدري لو كان متأكد مو متأكد. طيب الآن متبقي عندنا 3 أسئلة، إن شاء الله أنها تكون كلها صحيحة لأنها لا تحتمل الخطأ. عند سيف 3 أخطاء وعنده 4 أجوبة صحيحة، ومتبقي لنا 3 أسئلة. أهلك برا ينتظرونك لعله ينتهي هذا اليوم باللقاء بينكم يا سيف. إن شاء الله. ممكن نأخذ المداخلة معهم يا كنترول. مطلق، السلام عليكم. عليكم السلام، يا مرحبا ومسهلا. أسعد الله مساءك بكل خير، أنت ومشعل وعبد الرحمن وسيف. ومساك يا حبيبنا، ومساك مسي عليك بالخير، وعلى سيف وعلى أخواننا الأبطال المتسابقين وعلى المتابعين خلف الشاشات سواء من القناة أو من اليوتيوب. منورين المنتجع اليوم يا نورك، جعل عمرك طويل، منور بهلا. طيب بس ودنا بما أننا خلاص خلصنا الأسئلة وعدينا تقريبا 7 أسئلة من جوابها سواء كان صحيح أو خطأ، وش تشوفون سيف يعني أول شيء بالبرنامج ثم بعده في الأسئلة في الفقرة هذه؟ أول شيء سيف يعني ما يحتاج نتكلم عن رأينا فيه، صديق وأخو، وبغض النظر عن الأمور هذه في البرنامج ما شاء الله عليه مبدع مبدع، مو بشهادتي أنا كوني صديق أو أخوانه أو ولد خاله يسمعني الآن جنبي، لكن بشهادة الناس الجمهور كافة ما شاء الله أثبت وجوده. الصوت ما نتكلم فيه، أخوياه سموه عندي لي بالبزنس وهو يستحق هاللقب. يستاهل جدارة. يستاهل. وبالنسبة للرياليتي ما شاء الله عالي وجوده، أو سماه أخونا وليد البحيح نمسي عليه بالخير دينامو البزنس. طبعا ما يحتاج أقول لكم رأيي فيه، شهادتي مجروحة والله. طيب من ناحية الأسئلة ومن ناحية الفقرة بشكل عام، هل أنتم شايفين سيف مركز؟ شايفين سيف متوتر؟ شايفين سيف غالب هالشوك؟ ولا تشوفونه إلى الآن يعني ماشي صح؟ أنا ما ودي أتكلم عن، ما بيكم توضحون هالإجابات صحيحة أو لا، لأنكم أنتم الشخص الأول والأخير اللي يعرف إجابات هل هي كانت صحيحة أو خاطئة. الشوق غلاب على قولتهم. الشوق غلاب. إيه نعم، لكن يبدو لي أنه متوتر يعني بعض الشيء، لكن نقول إن شاء الله أن الأمور طيبة بإذن الله أنها طيبة. طيب يعطيكم العافية، كانت مداخلة منكم تشرفنا بها وسعدنا بسماع أصواتكم. جاي عمرك طويل. سيف سم. هل تغيرت الموازين بعد ما سمعت صوت مطلق؟ أود أن أروح. ودك تروح الحين؟ الله الله. حتى لو كان في إبراهيم؟ هذا المشكلة اللي يرد الواحد، وأنا ما أودي إني ما أدري. ما تدري إيش تقول؟ ما أدري. طيب أنت قبل لا تسمع صوت مطلق كانت عندك وجهة نظر أو فكرة أو نقطة معينة من ناحية إنك لو ما جاوبت الأسئلة عندك آلية ناوي تتخذها راح ترجع تجلس مثلاً؟ من مرة أقول بجلس، مرة أقول ودي أروح، ما أدري. وش الشيء اللي يدفعك إنك تجلس؟ وش الشيء اللي يدفعك إنك تروح؟ شوق يدفعني إني أروح. وش الشيء اللي يدفعك تجلس؟ سالفة ذا البراين. وشو؟ ذا البراين. سالفة ذا البراين. طيب نكمل في السؤال 8، من هو المدرس المفضل لأخوك عبد الرحمن؟ وقلت أنت أنه أبو معاذ. وللأسف يا سيف أن الإجابة كانت صحيحة. بقينا سؤالين يا سيف، إن شاء الله نتتم بالشكل إن شاء الله الصحيح. السؤال 9 وما قبل الأخير،
أخوك عبد الرحمن صدم بالديدسن في يوم من الأيام وسألناه عن التوقيت وقلت لي أنت أنه كان توقيت مسائي. نعم. وللأسف ما في أسف هنا، الحمد لله كانت إجابة صحيحة برضو. المتبقي السؤال الأخير، متبقي السؤال الأخير، لكن محمد سراج إيش بغيت يا محمد؟ يعني حنا ما ودنا إنك تطلع إبراهيم، هذا أول شيء. أنا أدري إن أهلك جاي من بعيد والشوق يعني الشوق غلاب، لكن حنا نبيك معنا، وأهلك إن شاء الله ما عاد إلا شهر بتشوفهم وبيدعمونك. أنت شوف اللي يصلح لك، لكن إن جات لنا ترى ما ودنا إنك تروح تشوفهم إلا إن شاء الله بالإجابات الصحيحة، باسمي باسم خوياي. طيب بإذن الله صحيحة. الله يطول عمرك. الأسئلة 9 6 كانت صحيحة و3 كانت خاطئة. باقي السؤال المفصلي والأخير اللي راح يفصل في فقرتنا اليوم وفي قرار سيف، اللي لو كان خطأ راح ينتقل القرار من يده القرار ليد أهله. السؤال الأخير كان وش هو آخر زواج حضرته وقابلت فيه صديقك مطلق وقلت لي أنت أن الإجابة عمر، صح؟ وهأنت هل أنت يعني عطني مرئياتك عن الإجابة هذه، لأنك ترددت كثير. آخر شيء أعطتني اسم وتقول أنا ماني متأكد. أحس أنها خطأ. تحس أنها خطأ؟ أحس أنها خطأ. عرف الموقع وعرف المكان وعرف المناسبة وعرف تفاصيل للموقع اللي حصل فيه هذا السؤال، ولكن للأسف المتكرر والشديد كانت إجابة سيف خاطئة. للأسف الشديد أنها ما كانت عمر، كان زواج أخوك فارس. الله يطول عمرك. يا شباب ترى له حق أنه يقابل أهله. يا شباب ترى له حق، نزيد ونكرر، له حق أنه يقابل أهله يا شباب. ايضا نذكرهم ان لو الاهل يبغون يقابلون ابنهم يقدرون ينزلون ويقابلون الاهل، يقابلون سيف، فالامر مشترك والامر الان بدين اهل سيف اللي جو وتعنا واعطونا من وقتهم الكثير، يقدرون الان ينزلون اذا كانوا يبغون يضحون بنقطه البرايم غدا ويقابلون سيف اذا كان الامر راجع لهم. عندنا سيف الان ما بينه وما بين اصدقائه واخوياه، ما بين مؤيد ومعارض على نقطه انه يقابل اهله، خاصة أنهم جو من مسافة طويلة. تمنيت أن الإجابات كانت صحيحة، ولكن سيف اليوم كان مرتبك، كان على سهولة الأسئلة ما جاوب الإجابات الصحيحة. الآن نشوف أهل سيف يتراجعون للوراء مودعين ولدهم وابنهم بدون تلاق ولا أي لقاء. حصل افتراق وبعده احتراق القلوب، ما كنا نتمنى هذا الشيء أن يحصل. نشوفكم فيما بعد إن شاء الله في فقرات قادمة. نشوفكم على خير، نشكركم مشاهدينا ومتابعينا الكرام. اجتماع بين أهل بالاتفاق، إن خليت بها لن نتفق، إن خليت بها لن نتفق.
نتفق في تلاق وافتراء يا ترى هل نلتقي أم نفترق فقرة فيها لقاء واشتياق ونجوم بالضياء بين